يعرف شارع مولاي عبد الله بمدينة الدار البيضاء منذ أشهر عملية إعادة هيكله. المشروع ينتظر منه الكثير من تجار هذا الشارع إعادة الاعتبار لواحد من أشهر المراكز التجارية بالمدينة. الهدف ديال إعادة الهيكلة سي كو جوستومون نعاود نحييو هذا الوسط المدينة اللي هو القلب النابض ديال الدار البيضاء، واللي هو كان عارف فعلا واحد تهميش في هذه السنوات الماضية، وبالحمد لله بحكم السلطة المحلية وبحكم الناس ديال كازا مناجمون وبالمجلس المدينة بالجماعة اللي كنا تساعدنا اوسي افيك الكورديطا اللي بحال اللي داك اللي كنا تعاوننا باش يكون واحد الاناره اللي تكون جد احسن على ديك الاناره السابقه، وبان كاين هاد صحاب لا فونتين اللي غتعطي تي واحد لا بلو فالي واحد ان بلوس في المدينه، لان غيكون واحد لا فونتين بالضوء ديالها ويكون واحد ودارو شي درجات ديالها، يكون واحد المنظر اللي هو جد جميل. والحمد لله حنا جد الحمد لله وني اوبتيميست بما كنا نتسناو بالاقبال وبالرواج اللي غيكون شعلك المستقبل، نظرا بان غتعاود البرنس وغادي يعاود يحيي واحد لا سميتو كجمعيه تاع حنا. عندنا بزاف ديال الافكار اللي غادي مازال نحلقوا شويه على البرنس مولاي عبد الله ونديروا بعض دي غوتوج جاونا حنايا بيرسونيل فوق، غادي نساليو صحاب كازا ماناجمون ونلعبوا سي سوغ لا كومونيكاسيون باش نعاود دوك الناس اللي كانوا فقدوا الثقه في وسط المدينه اللي كانوا عارفين واحد الصوره اللي خايبه بين وسط المدينه راه عاود حيا، والمتاجر الحمد لله باش يعاود يتحيا، وبحكم الفنادق الاكبر هنا قرب الفنادق الكبرى حدانا باش نعاود نحيوا التجاره في شارع امير مولاي عبد الله. انطلقت عمليه اعاده الهيكله في شارع مولاي عبد الله وسط العاصمه الاقتصاديه في ظل الرغبه في ميلاد مشروع يلقى استحسان الجميع ويعيد الحركة التجارية به إلى سابق عهدها. أنا الأشغال الحمد لله غدا مزيان، شيئا ما بأن كمام كان واحد فرق ديفرنس بين البرنس القادم والبرنس الجديد، يعني إعادة الهيكلة عطات واحد النتيجة اللي هي فعلا جد مفرحة. الأشغال غاديين على حساب لو بلان ديالهم باش غاديين، انما كيكونوا بعض عرفتي لازم كيكونوا بعض نقاش بين جمعيه وبين الناس ديال كازا اميناجمون وناس ديال فياس، يعني بما يتعلق بلا مبلومون بالفراش ديال كما قال السي مفضل، بما يتعلق بلا فاسون باش غيتحطوا لي بوبيل في البرنس مولاي عبد الله، بما كيتعلق بلا فاسون باش كيتحطوا هاد الكراسه اللي حطوا حاليا دابا هنايا في البرنس مولاي عبد الله، لان لو بوت سي با باش يكونوا بليزيوغ شيز ويجمعوا لنا عاوتاني واحد جوكار، سيكونوا سي فغي دي شيز، لان بحكم لا شارت ديال كتحكم بان لا بدا كيجيو الناس اللي هما كبار في السن واللي هما خصهم يرتاحوا اللي هما مرات داكور، ولكن يكونوا دي شيز مفرقين، وحنا اللي مفروض كجمعيه اللي عايشين هنايا وعندنا المتاجر ديال هنايا وعندنا محلين وعارفين الروج ديال وسط المدينه، دو كل مانيير غادي نحطوا هاد الكراسه ودو كل ما نحطوا لي بوبيل اللي ما ياديوش لا الساكنه ولا اصحاب المتاجر. دونك باقي هاد النقاش حنا معاهم باش نحاولوا نتفاهموا معاهم، خصو يكون واحد التنسيق لهذا الاخير سيرتو، لان كنا ملصقين في الاول داكور بور لو مارب، ولكن التنسيق اللي هو المهم اللي هو لومبلاسمون ديال لي بوبيل ولومبلاسمون ديال لي شيز اللي غادي نحاولوا نلقاو شي حل اللي ما يضرش لا المتاجر ولا الساكنه. من بين الاشياء التي تثير امتعاض بعض تجار شارع مولاي عبد الله سلوك مجموعه من سائقي الدراجات الناريه. كنناشدوا المسؤولين ديال الامن الوطني باش يعينوا لنا واحد الفرقه تكون بصفه رسميه هنا في الامير مولاي عبد الله، لحقاش الامير مولاي عبد الله تفرعوا فيه ثلاثه الازقه اللي هما ولاو خاصين بالراجلين، وكاين بعض المتهورين ديال الدراجات الناريه اللي كيشكلوا خطر على الزبناء ديالنا وعلى اصحاب المتاجر، وكيسكنوا يعني تيشكلوا واحد الخطوره على جميع المواطنين، وهاد الشباب اللي متهورين خصنا نحاول تكون عندنا وسيله ردع لهاد الناس هادو اللي كثروا عندنا هنا في السونتر فيل. دابا كيعرف عده ازقه كيف قلت لكم اللي ولات خاصه بممر الراجلين، خصنا نكونوا يقظين لهذه المساله هذه، وكنشكروا الامن الوطني على المجهودات ديالهم، حنا كنتفهموا الامور ديالهم في هذا كوفيد هذه الله يحسن العوان تيخدموا ليل ونهار، ولكن يحاولوا يعطيونا هذه النقطه اهميه. الاشغال التي ما تزال مستمره في شارع مولاي عبد الله انتظر الكثير من التجار بفارغ الصبر منذ سنوات، وكل امالهم حاليا هو نهايتها في اقرب الاجال حتى تعود الابتسامه لواحد من اشهر شوارع الدار البيضاء.